يا ربي
الصادقين حفيظ وعلي الأولى اليقين فحم القوم الذين هدوك وبفضل الله قد شعيد يا رسول الله بيت المصطفى توري هم أمان الأرض فذكر سبه بالأنجم زوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله غير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني وشفي نوري النجاة عدا حفت من طوفان كل عدا يا رسول الله فيها لا تكون كدا واعتصم بالله واستعين ربي فارفعنا ببركته واهدنا الحسنى بنورته وأمتنا في طريقته ومحبتي من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي أرسلني بدرجي أرفعني يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.